النهارده يوم تاريخي في حياة كل طفل بيعاني من ضمور العضلات الشوكي. النهارده تم الاتفاق ما بين شركة نوفارتس للأدوية وما بين وزارة الصحة. بموجب هذا الاتفاق كل طفل بيعاني من هذا المرض هيلاقي علاج ليه. أنا بشكر القيادة السياسية اللي في البلد اللي شجعت على إتمام هذا الاتفاق وتوفير فرصة حياة لهؤلاء الأطفال. سعيد وفخور جدا بوجودي في هذا الحدث المهم، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة المصرية وشركة نوفارتس لتوفير علاج جيني مهم الأول من نوعه لمعالجة مرضى ضمور العضلات الشوكي. سعيد جدا أيضا بالمبادرات الرئيسية اللي نقلت القطاع الصحي بمصر إلى مكان تاني، وخصوصا في هذا الموضوع لمعالجة هذول المرضى. شكرا سيادة الرئيس وشكرا لجميع الناس اللي ساهمت في توفير هذا العلاج. مرض الضمور العضلي الشوكي ده مرض بيصيب الأعصاب، لكن بيظهر أعراضه في شكل ضمور للعضلات وخاصة العضلات الحركية. ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع شركة نوفارتس للأدوية. البروتوكول بيهدف لتوفير العلاج للأطفال، وبالتالي بيسمح للأطفال أنهم يمارسوا حياتهم الطبيعية، لأن العلاج بيمنع تدهور المرض وتقدم الأعراض. بالإضافة أنه تم تجهيز مراكز أمراض وراثية، والمراكز هيتم توفير فيها الخدمة الطبية وتوفير العلاج تحت إشراف طبي متكامل. ضمور العضلات الشوكي ده مرض وراثي بيبقى مخصوص للجينات، وبيؤثر على الجينات، وبيؤدي إلى أن الطفل بيصاب في اول سنتين من عمره. النهارده الطفل بعد ان شاء الله ما هيقدر ياخد العلاج، هيقدر ان هو يقوم بالحركات اللي هي الطبيعيه اللي ربنا رزقه بيها، ويعني واهله يفرحوا بالخطوات الاولى. الانجاز الرائع اللي حصل النهارده من القياده السياسيه، والاتفاق اللي حصل التاريخي مع شركه نوفارتس، الانجاز ده اعتقد ان مصر كلها دلوقتي يعني فخوره. مش بس بنتكلم عن موضوع سرطان ولا بنتكلم عن موضوع أمراض قلب، لا ده حاجة وراثية، يعني مهم جدا إن كان يبقى ليها علاج.